هو مال امه ده ما بيفتحش ليه؟ يمكن نزل. نزل فين؟ ده ما ينفعش ينزل. ازاي يعني؟ امال بيجيب الحاجات منين؟ بيجيبها بقى بطريقته. كلميه على الموبايل. معهوش موبايل. غريب مودي ده قوي. في حد النهارده معهوش موبايل؟ هو الحكايه دي فيها انا لا انا ولا كان. انت مالك عامله كده ليه؟ ايه اللي مضطرك كده؟ عايزاني اعمل ايه لما اعرف انه سكرتيره نادين بتدور على عنواني؟ هو انت مش كنتي بتخلصي له شغل زمان؟ ده كان زمان. دلوقتي طيق العمى ولا يطيقنيش. انت عارفه كده كويس بصراحه. بيقول عليكي قواده وانك عمرك ما جبتيلي رجاله. رشا جوزك عارف انك عندي. مين مين؟ ايه يا ابني؟ اتنين. هاي ايه ده؟ قشطة عليك. قشطة ايه؟ لا لا ثانية واحدة، أنا مجهزه من امبارح، ده المورنينج لاين بتاعي. لا أنت أكيد معاك غيره، ما تبقاش بخيل بقى. لا إيدي. ما تقولهاش. هسيبك على كل ده، المهم اسمعني كويس وركز معايا. رشا هتقعد معاك اليومين دول. يومين يومين ولا يومين اسبوعين ولا يومين شهرين ولا ايه؟ هيفرق معاك بايه؟ كله بحسابه. كله بحسابه ايه ما انت فاهمه؟ اي حد ممكن يجي، كمان دي شكلها اوفر. يبقى ارميها في اي حته، خبيها في اي حته، المهم انا عايزاك اليومين دول تزود الدوز على الاخر. هو انا المفروض اسالك ليه؟ بس مش هسال عادي. انتوا بتتودودوا في ايه؟ لا يا حبيبتي انا بس بقول له لو جوزك وصل لك هتبقى مصيبه. انت بتقولي جوزي ليه؟ هو مش اتنايل بقى طليقي؟ وبعدين هو ملوش حاجه عندي، ما يفرقش معايا لو عارف مكاني اصلا. والله العظيم؟ والله العظيم. طب وموضوع عماد اللي حكيتي عليه اخباره ايه؟ انت مش اتاكدتي ان هما بيكذبوا عليا؟ وان لوجي عايشه وكل ده فيلم عاملينه؟ رشا ينفع تسكتي لنا خالص وتسلمي لي دماغك؟ مالكيش دعوه باي حاجه. ينفع بس لما تقولي لي انك هتوريني بنتي. هيحصل ما تستعجليش. فكري لي بقى في طريقه ازاي نخلص من الوطن اللي ماشي معاها. اطمني انا بعت حد ينبش وراه عشان نتاكد اللي اتنشر حقيقي ولا لا. واذا طلع حقيقي يبقى لازم نخلص منها باي طريقه. طب ما تخليكي ذكيه ونخلص منه هو قبل ما يتجوزها. طيب طيب انت مش معاكي مفتاح ولا ايه؟ ملك ممكن ادخل؟ طبعا اتفضلي. ولو اني يعني ايه؟ مراتك مش موجوده؟ هي باين عند مامتها من امبارح بس عادي يعني. لا لو هسبب لك اي مشكله انا ممكن انزل استناك في اي مكان تحت او في المكتب. لا لا مشكله ايه ومكتب ايه؟ لا لا اتفضلي. عموما هما كلمتين، انت ما بتردش على تليفوناتي ولا على تليفونات رنا. كنت عايز اعرف في ايه؟ في ان انا قررت اخد رنا وبلغت اختك بالكلام ده. حازم انت عارف انه ده مستحيل يحصل. المستحيل انها تعيش معاك وبعد اللي انا عرفته وشفته بنفسي. عرفت ايه وشفت ايه؟ وبعدين ممكن تفهمني انت هتاخدها تعمل بيها ايه؟ طفلة عيانة محتاجة رعاية ومحتاجة مصاريف ومحتاجة اهتمام. انت لا فاضلها ولا تقدر تعمل اللي انا بعمله معاها. انت جاياني بقى عشان تعايريني؟ لا يا حازم انا جايه عشان اقول لك اني هتجوز. هو برضه رنا هتفضل معايا؟ او او عشان ابليس في الجنه يتسلم. انت فاكرك ان طليق هيسيب لها البنت بعد ما تتجوز؟ قابليني قابليني. اقول لك على حاجه، حبيبه عمك تلاقيها هي بتقول لنفسها احسن يا ريت ياخد بنته، بركه جت منك يا جامع. ايوه عشان افضل عريس الغبره. امال ايه؟ اصل اختك دي مش هتورد على جنه ابدا. عارفه ليه؟ عشان ضميرها وسخ طماعة وعاوزه تكوش على الدنيا وما فيها. ما تخلصنا يا عمنا، في ايه؟ دقيقة بس يا حاج.
الحج يسمع ببقك ربنا. ولو ان الحج غالي قوي اليومين دول، مين عارف يمكن اطلع معاكي محرم لو ربنا كتبها لك، يعني ما شاء الله. ولا اقول لك دي بقى هتبقى هديتك ليا يوم ما طلقك من الواد المعفن اللي انت متجوزاه ده. ماشي يا عم، خلصنا بقى. في ساعة عشان نلغي توكيل. ما انا شغال اهو وانا بلعب. لا مش بتلعب، بس عمال تشتهجى وانت بتكتب. حرك ايدك شوية. كله بأوانه يا حاج، كله بأوانه. ماشي ماشي، كله بأوانه. مش آسف، حطه عندي. ماشي ماشي. وهي بقى قالتها لك وش كده انها هتتجوز؟ اه شفتي؟ مش انا قلت لك عشان تبقي تصدقيني، عشان تبقي تصدقيني. ولسه بقى بعد ما تتجوز، اه دي هتلبس طاقيد ده لطاقيد ده. امال ايه؟ هتلعب بالبيضة والحجر. هروح اتدخل سلامة في ام الخير، ام الخير في سلامة، وتقول لك معلش احنا بس هنحط فلوسنا على بعض عشان الضرايب. لا لا، او تقول لك بلاش الضرايب، معلش احنا هندخل فلوسنا على بعض علشان هنعمل مشروع كبير. وهوب فجأة مش هتلاقي ولا مليم في حسابك. وبقابليني مديرنا يا مريم، لو سمحت مديره. يلا يا حبيبتي مديره، مديره حبيبتي عمك. مديره يا اميره يا بنت الامره، مديره. وهنا كمان، وهنا كمان. املي له الصفحه كلها، امضي وامضي على ايده اليمين دي كمان عشان يصدق انك بترضي. لازم تعلمي اختك بجواب بعلم الوصول انك الغيت التوكيل. حاضر. وماله؟ نعمل لها جواب بعلم الوصول. يا سلام، اعمل لها جواب على عنوانها الجديد. ولا اقول لك جواب على عنوانها الجديد؟ ها؟ اعملها على العنوان بتاعك. ايوه عنوانك انت، واستلميه وقطعيه، ما تقولهاش حاجه خالص. ايوه، عشان تتفاجئ يوم ما تلعب في حساباتك. اشرب اشرب. الواد جايب نص كوبايه شاي. انا مش فاهم. من ساعه ما شفته معاكي في المستشفى وانا مش مطمن. دماغي فضلت تودي وتجيب. بس قلت لا، ملك مش ممكن تعمل كده. ملك مش ممكن تضحي ببنتها علشان خاطر راجل. ايا كان الراجل ده مين. ومين قال لك اني هضحي ببنتي؟ عشان انا مش هسمح ان بنتي تعيش مع جوز ام. وانا مش هسمح ان بنتي تعيش مع مرات اب بتكرهها. انا ما كانش ينفع ان انا ما اتجوز. انا راجل وليا احتياجاتي. احتياجاتك ونزواتك مش موضوعي. انا ما بتكلمش عن نزوات، بتكلم عن واحده تبقى جنبي تشوف اكلي لبسي. خدامه يعني؟ ولا تعمل كده لجوزها تبقى خدامه؟ ما هو الحاجات اللي انت بتطلبها دي ممكن تعملها اي واحده بمرتب من غير ما تشيل اي مسؤوليه. اوعدك ان انا اعمل ده، بس لازم انت كمان توعديني انك تفكري في موضوع الجواز. عايزه ايه؟ انت انسانه ناجحه وعندك شغلك وبنتك، مالين عليك حياتك، ليه الجواز؟ بحب يا حازم. ايه؟ استغربت قوي ان عندي قلب ممكن احب. انت ما بتعرفيش تحب يا ملك. انا واثق. اهو ده عيبك، انك على طول واثق. انا بتكلم عن تجربه عشتها. وانا بتكلم على تجربه عايشاها. انا اذنك. يا ريت تراجع نفسك يا ملك، مش عشان رنا. رنا موضوعها منتهي. بالذوق بالعافيه هاخدها. تضطر بقى السما على الارض، برضه مش هتاخد رنا مني. حاجه واحده بس اللي ما تخلينيش اعمل كده. اني ما اتجوزش، صح؟ دي مساومه بقى. وليه ما تقوليش ان انا بحافظ عليكي؟ بحافظ عليها من ايه؟ بحافظ عليكي من نفسك، من اي حاجه وكل حد. مش عشان انت ام بنتي، لا، عشان بحبك. انا عمري ما حبيت في حياتي حتى انت ما حبيتك. ملك، انا بعمل كده علشان تفضلي قدامي. نفسي يجي يوم تقولي فيه ان احنا نرجع لبعض، نبدأ من جديد. ده الحلم اللي انا عايش بيه يا ملك.
ده الحلم اللي ممكن انتهي لو اصبح مستحيل. عشان خاطري، عشان خاطر رنا. مالك، انا مش بس بحبك، كمان بعشقك. عارفه يعني ايه بعشقك؟ يعني انت كل حاجه في حياتي. انا ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا عشان ما تضيعيش مني. ارجوك يا ملك، عشان خاطري. ايه يا عزم؟ عشان خاطري. اللي انت بتعمله ده قوم، ما يصحش. قوم اقف. عشان خاطري حازم، قوم اقف. اللي انت بتعمله ده ما يصحش. قوم ارجوك. قوم اقف يا حازم. يا حلاوه يا حلولي، ايه اللي انا شايفاه ده؟ ايه الطعامه دي منك له؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ ده حاجه فيري كيوت خالص. مش كنت تقول اتاخر حبه؟ ولا اجيب معايا حد في ايدي بيعرف يزغرط؟ ولا على ايه؟ انا بعرف ازغرط زي القرد،